الفكرة الأساسية اللي أبغى أتكلم عنها هي أعطاهم مساحة في التنفيذ وأعطاهم مساحة في العمل، أهم ما تكون أعطاهم زيادة في المكافآت. يعني زدنا المكافآت على أساس زدناها؟ هل زدنا من صلاحيات ممنوحة لهم؟ لأن العمل اللي قاعد يقومون في أو العمل المناط بالمجلس البلدي صراحة اللي قاعد يقومون بالنواب ما عندهم صلاحيات، يعني للأسف. خلينا نكون يعني خلينا تطبيق حقيقي لدورهم، بحيث ان يكون عندهم يعني تنفيذ لادائهم في الرقابه على المشاريع، في تنفيذ المشاريع، في اختيار المشاريع الانسب، وبعدين نتكلم عن جزئيه رفع الرواتب او زياده المكافاه.